تعالي بحضني واحكي لك عساها الدنيا مقلوبة. أحبك بالغصب لو عمري يوم يكون إيدك مني مخطوبة. وأنا المعروف بين الناس أدور بس الإطلابة، هم ترتاح بس قولي وأجيبا أهلي خطابة. يطلبوك على سنت الله وأريدك حجة من الله أو يقبلون. أرد الربع مو واحد ولا مية، الخلق كلهم يزفون. وبعد تتعلق آمالي أريد بهالحضن 20 أشوفا منك أطفالي ويكبرون. هاي الدنيا مقضية ويظل حبي بعد يزداد لو صرتي لحجية، وإذا بذاك الوقت مكتوبة لنا نعيش لقرالك غزل باسمك يا قمرية. نوفقكم إن شاء الله.